عشان دي اللغه اللي بيفهمها جنون حاسب. لذلك اصعب لغه كانت عندنا اللي هي لغه الايه الماشين لانجوج اللي هي لغه الايه اللي هي لغه الايه الاله. وبعد كده طلع طب المعالج نفسه احنا بنبرمجه بلغه اسمها لغه الاسمبلي لانجوج. لغه الايه الاسمبلي ايه لو هو لما يجي يقول لك دي لغه الاسمبلي لا هي الترجمه بتاعه الاسمبلي التجميع. يبقى لما يجي يقول لك الاسمبلي لانجوج هي معناها لغه التجميع معناها لغه الايه التجميع. ودي لغه بتكون لغه بينيه بين اللغه العاليه اللي هي الهاي لانجوج واللو لانجوج اللي هو ايه لانجوج. طبعا احنا كل الكلام ده انا هاخده بالتفصيل في بدايه البرمجه. لما اجي اقول لك البايت البايت بتكون من 8 بت. البايت هو وحده تخزين. البايت هو وحده ايه تخزين. لما نيجي نتكلم بالبلدي كده اقول لك ايه انت لما بتجيب فلاشه الفلاشه عباره عن 2 جيجا بايت 2 ايه معلش حسين هات لي كرسي 2 جيجا ايه بايت. معنى كده ان البايت وحده تخزين للميموري. البايت وحده تخزين لايه لما تيجي حتى لما تجيب الهارد دلوقتي الاس دي او الاس اس دي يقول لك ايه تيرا بايت جيجا بايت صح ولا لا؟ يبقى الجيجا البايت هي وحده تخزين. وده اللي احنا هناخده دلوقتي او انا هدي تقريبا المره اللي جايه هدي مثلا 3 4 مسائل ازاي ان انا هحدد مجال او عناوين الذاكره. مجال او عناوين الايه الشغل ده اللي احنا اتكلمنا فيه. احنا قلنا لكل مخزن عباره عن عنوان عباره عن ايه عنوان. وقلنا ان احنا هيبقى عندنا ثلاث لاينز اللي هو الادرس لاينز والداتا لاينز والكنترول لاينز. وقلنا اللي هو الكنترول لاينز او الكنترول باس هو عباره عن ثلاث تشكيلات. الثلاث تشكيلات دي هتبين انهي ادرس هتكون شغاله معايا او ان انا هبدا اقرا او اكتب من الذاكره ببساطه. طبعا انا راجل ليه بقى النهارده كده انا بدات ان انا اشتغل محاضره بقى بتاعه هندسه. المره اللي فاتت كنت شغال محاضره كاني بدي حصه في مدرسه. انتوا معايا يا شباب؟ اشتغل حصه ولا اشتغل محاضره؟ حصه حصه حصه. انا معرفش انا في حاجه في الخصائص النفسيه بتاعتي متغيره بقى لها سنتين. السنه اللي فاتت اخر نجم على الشمال في اخر مدرج من ورا. ركز كده في اللي انا هقوله لك دوت. ده البروسيسور. اصور له كمان. اصور انت. ده البروسيسور. ده ذاكره. بص هنا. عشان ده هيفرق معانا في البرمجه بعد كده. هيفرق معانا في البرمجه بالاسمبلي بعد كده. ده الروم، ده الرام، ده الايه؟ اليونتس انبوت، اليونتس اوت بوت، الايه؟ اليونتس انبوت. هنا بص هنا بقى ايه؟ ادي الداتا ايه؟ ده ده ايه؟ بص كده امشي معاك ده رايح جاي عند الرام نازل من الروم طال نازل. يبقى انا كده اقول ان الداتا باص ذو اتجاهين بياخد ويدي بيانات ايه؟ شايف ايه؟ عند نقل الايه؟ الادرس باص. يبقى كده انا عندي الداتا باص ذو ايه؟ ذو اتجاهين. اقول لك ما معنى ان الادرس باص. طب احنا اتعودنا بقى على الشغلانه السوداء بس انا ما تقلتش عليك خلي بالك في الماتلاب. انا ما تقلتش عليك في الماتلاب. عباره عن ايه نقل العنوان؟ هو نقل اتجاه ذو اتجاه ايه؟ يعني هو بس يا اما بياخد بيانات من المعالج يوديها لكل الوحدات المرتبطه بيه. الكلام ده انت لازم تفهمه نظري عشان لما تيجي تبرمج تتخيل الدنيا دي ماشيه ازاي او تعرف هي هتمشي ازاي. لان المسائل اللي انا هحلها هتبقى مش مشروحه بالتفصيل هنا في الكتاب. انت لما تنزل ده البي دي اف ده لان البي دي اف ده غير الكتاب اللي انا طبعه هنا. يعني هنا هتلاقيني انا حاطط بس اول شابتر عشان انا حاطط ان مش كل الناس حاسبات او مش كل الناس خدت البيزكس دي. فانا خدت البيزكس دي اول شابترين للناس اللي ما درستش حاسبات خالص. طيب الكنترول باس بقى ذو اتجاه ايه؟ واحد. لان مين بس اللي بيدي الامر؟ هو البروسيسور. اللي بيدي بس الامر مين؟ البروسيسور. فهو مش هياخد اوامر منهم. هو اللي هيد امر اقرا من ده اكتب في ده صح ولا لا؟ ابعت بيانات لده اقرا عنوان ده. يبقى الوحيد اللي هيد الاوامر الكوماند هو البروسيسور. هو ايه؟ البروسيسور. اوكي. طيب احنا اتكلمنا المره اللي فاتت يا اولاد عن الرسمه دي وشرحناها بالتفصيل فاكرينها؟ ودي الاوامر بتاعت التحكم وانا كتبتها لك برضو. ده بقى اللي انا كنت بقول لك اعمل لي سيرش عليه وهاتولي.
الشكل بتاع الايه؟ المعالج. بص كده انت هتلاحظ هنا عندك ايه؟ ان المعالج مرتبط بيه. ده شكل المعالج ده البروسيسور، شايفينه؟ اه 80 85 ايه. اللي انا كنت عايزك تجيبه ايه؟ ان انا عايزك تشوف شكل الخطوط دي يا اولاد، شايفين الخطوط دي؟ طبعا كل معالج ليه خصائص خاصه بيه، ليه اناليسيس خاصه بيه. الاناليسيس دي بتعتمد على ايه؟ الكلام اللي انا بقوله برده مهم. احنا قلنا المره اللي فاتت ان خطوط العناوين هتحدد حجم الذاكره، ومن معالج لمعالج بتختلف خطوط العناوين وخطوط البيانات وخطوط التحكم. لما انا بقول لك هات الداتا شيت ليه؟ عشان تيجي هنا هتقول لي ايه؟ هتقول لي رجل رقم 38 و37 و29 بتعمل ايه؟ هتقول لي ان المذبذب الاوسيليتور في ال 80 85 على الرجل 1 وايه؟ و2، انتوا معايا؟ هتقول لي ان البي سي سي على رجل 35 وايه؟ و40. لما انا اجي اقول لك هنا اسالك سؤال، خلي بالك هو الامتحان معايا بيجي في ساعتها في وقتها، ما اعرفش يعني النهارده لسه احط الامتحان بكره ما اعرفش ايه اللي احطه، بس اللي هبقى مركز فيه لازم اديك ثلاث اسئله مباشرين اللي هي بيانات عامه عن البروسيسور. انما انا بقعد بقى ايه؟ لو انا مثلا مراتي مغلسه عليا اليوم دوت بقعد احط اسئله انا مش مركز فبحط اي حاجه. اهم حاجه البروسيسور بيشتغل عند مصدر جهد كام؟ طب لو ما غزيتوش بال 5 فولت ايه اللي هيحصل؟ مش هيشتغل. ليه؟ مع انه متغذي بالباور سبلاي. هيبقى في شويه حاجات شبيهه اللي انا بقول لك عليها. طيب لو جيت هنا احنا عندنا في ال 85 15 خط ادرس لاين، 15 لاينز ادرس لاين. اما للداتا باص لل 85 8 لاينز او 8 باص اوف داتا باص عندنا 8 خطوط بيانات. 8 خطوط ايه يا اولاد؟ بيانات. فانت بقى خلاص انا عرفت يعني ايه باص. طب لما بقول لك ما معنى كلمه باص تحمل جهد 5 فولت او 0 فولت؟ يعني مجموعه من الاسلاك. انتوا معايا؟ يعني ايه باص بيشيل 5 فولت او 0 ايه؟ ما ان احنا اي احنا عرفنا ان الباص يا اما بيشيل 5 او ايه؟ او 0. يبقى انت المفروض تقول لي ايه؟ لان كل خط بيانات او عناوين بيشيل قيمه واحده كهربيا 5 او 0، منطقيا 0 او 1، والبيانات يتم تحميلها منطقيا 0 او ايه؟ او 1. يبقى انا منتظر منك الايه؟ بس بدل ما اقول لك يعني ايه باص انت كبرت شويه، ما انتش بتبلوك صح ولا لا؟ فبقول لك الخمسه فولت والصفر معناهم ايه؟ دي صعبه؟ ولا امشي الاولاني؟ ها؟ طيب نيجي هنا هتلاقي هنا عندك ايه؟ هاي اوردر اند ريسبونس. معنى كده ان ايه؟ في خطوط عناوين عاليه لو هاي وفي خطوط ايه؟ لو. بص هنا اللي هو عندك الايه؟ الادرس باس من كام لكام؟ من 8 ل 15. من 8 لايه؟ 15. انا قلت ايه؟ ادرس باص مش لحد دلوقتي. هتلاقي هنا عندك ايه يا اولاد؟ لو جيت تبص كده هتلاقي ان الاجزهه الاولانيه دي الاجزهه الاولانيه 5 ايه؟ والاجزهه الثانيه 5 فولت صح ولا لا؟ وهتلاقي عندك ادي الجراوند وادي الجراوند. طيب الاجزهه دي رقمها اهو شايفينه؟ اللي هي بتشيل خطوط اصلا عندي من 8 ليه يا اولاد؟ ل 15. والثانيه اللي هي اللو اوردر ادرس باس من كام لكام؟ من 0 لايه؟ ل 7. اجي اقول لك ايه؟ خطوط عناوين الادرس باي الهاي ادرس باس من ايه 0 لايه 7؟ انا بقول لكم اهو فكري لما نيجي ايه؟ طيب انا هحطه لك عشان تبقى تشوف تحفظه تحطه لي كده. هو قال خطوط العناوين. طيب هو هنا يا ولاد ادى ايه؟ ادى في ال 85 ده الشكل العام
ده الشكل العام لطبقات المعالج بمين؟ بالوحدات اللي تحت او شكل خطوط البيانات والعناوين اللي موجود عليه. خلي بالك الخط ده اللي هو معناه ايه؟ input output slash memory. والمنطق ده بيسموه المنطق العاكس، الرجل دي او الطرف ده بيسموها المنطق الايه؟ العاكس، لان هي لازم تكون منفيه، لازم تكون ايه؟ منفيه. بس هتفرق معاها ان هي بتكون نط، ان هي منفيه في حاله الذاكره وحاله وحدات الادخال والايه؟ والاخراج. هتبص تلاقي راجل محترم ده شارحها اهو، جابها لك حتى على طول اهو، انبوت اوت بوت ميموري، وحاطط لك عليها الداش اللي موجوده ايه؟ اللي موجوده. بص هنا بقى قال لك ايه؟ ان في حاله المعالج اتصاله بالذاكره الجهد عليها بيكون بكام؟ بصفر. معنى ان الجهد عليها بصفر يبقى الجهد هيبقى منفي بيبقى بكام؟ بواحد او بخمسه، واحد او ايه؟ او بخمسه. اما في حاله الانبوت اوت بوت يونت ديفايس، في حاله وحدات الدخل والخارج الجهد هنا هيكون بكام؟ بخمسه. معنى كده ايه؟ ان الطرف ده عشان يوصل الذاكره مع المعالج هيكون الجهد عليه بكام؟ بصفر. الذاكره هيكون الجهد عليه بكام؟ بصفر. اما في حاله وحدات الادخال والاخراج الجهد هيكون عليه بكام؟ بخمسه. معايا يا شباب؟ طيب ده هيبان معاك بقى في التصميم اللي جاي، ان احنا ازاي اصلا هنصمم الدوائر المنطقيه اللي هتكون معانا في المعالج. ازاي هنصمم الدوائر المنطقيه يا محمد اللي هتكون معانا فين؟ في المعالج. طيب قال لك هنا ايه؟ هو هنا شرح مرحله الاتصال اللي هي الكونكشن ما بين البروسيسور، ازاي هتتم عمليه الاتصال ما بين البروسيسور وما بين الذاكره او وحدات الادخال والايه والاخراج. الكلام ده كله احنا بنقوله نظري، احنا هنبدا نقوله برمجه قدام شويه. طيب هنا الراجل المحترم قال لك ايه؟ انا بجهز البيانات على نقل البيانات، استقبال البيانات من طرف المعالج، تجهيز ايه؟ سيبك من دي، سيبك من دي، خلينا في دي. ما هي خطوات التي يقوم بها المعالج عند قراءته بيانات مخزنه من الذاكره؟ ما هي الخطوات التي يقوم بتنفيذها المعالج عند قراءته ببيانات مخزنه فين؟ في الذاكره. يعني بالبلدي كده ازاي المعالج هيقرا بيانات موجوده فين؟ في الذاكره. وضح مع الرسم. وضح ايه؟ مع الرسم. يبقى انت هتقول له هنا ايه؟ بيجهز العنوان المخزن فيه القيمه المخزنه، القيمه الايه؟ يعني انا عندي كده هنا ايه؟ اللي احنا اتكلمنا فيه المره اللي فاتت، ان انا عندي هنا ايه؟ قيمه كشاف، ده المخزن، انا عايز اقراه ليه عنوان اربع صفات اربع وحدات، هو بيحط العنوان مش بيحط القيمه المخزنه، بيحط العنوان القيمه المخزنه. عنوان الايه؟ القيمه المخزنه، مش المخزن نفسه اللي انا عايز اقراه. تاني حاجه بيعمل ايه بعد كده؟ بينقل اللي هيدي بقى، هيتنقل البيانات على نقل البيانات ولا المعالج هيدي امر التحكم بالقراءه؟ في حاجة يا ولاد بيسموها راندوم. راندوم راندوم يعني هي مش راندوم، هي راندوم يعني عشوائي، ان هو مجرد ان هو ما يقرا العنوان المخزن اوتوماتيك بتلاقينا ايه؟ انا ما نقلتش، انا ايه؟ انا هجهز البيانات بتاعتي كلها هتجهز على طول، مجرد ما تديني ان انت هتقراها هتيجي ماشيه، بتجهز كلها على خطوط البيانات، مجرد تجهيز وليس عمليه ايه؟ نقل. هو لسه ما نقلش، لسه ايه؟ يبقى هو قرأ العنوان المخزن، ركز دوت عشان انا بركز فيه. وبعد كده تم تجهيز البيانات على الداتا باس، على ناقل الايه؟ البيانات، وينتظر امر التحكم منين؟ من المعالج. انت هتعمل ايه؟ هتضيف عليها عمليه تخزين ولا هتقرأ منها؟ هو ده اللي واحد. طيب، طبعا امر التحكم بعد كده يا ولاد ايه؟ بيكون على حسب بقى امر التحكم اللي موجود هنا، يكون على حسب ايه؟ بص اللي احنا اتكلمنا فيه في الاول، اهو دي قراءه من وحده الايه؟ الادخال، ودي كتابه في وحده الايه؟ الحاجات دي لازم تتعرف، لان انا ممكن اقول لك ايه؟ كيف يقوم المعالج
في الكتابة في وحدة الخارج. ما هي الخطوات التي يقوم بتنفيذها المعلم في الكتابة في وحدة الخارج؟ ما هي الخطوات التي يستخدمها المعلم في تنفيذ القراءة من وحدة الداخل؟ يبقى بدل ما اجيب لك ازاي هقرأ من الذاكرة، ممكن اشكل لك حاجة من الحاجات اللي موجودة دي، قراءة وكتابة في الداخل، مش لازم اجيبها لك هي ايه. الرسمة دي انا قلت لك ايه اللي انا ممكن اجيبه منها، وده اللي انا طلبته منك داتا شيت المرة اللي فاتت ان انت تجيبه لي. داتا شيت ليه يا ولاد؟ انا قلت لك معنى كلمة داتا شيت لأي element، any element of electronics، ان هي بتديني classification للelement ده، بتديني المواصفات بتاعته، الخصائص بتاعته. الرجل كذا امو، الرجل كذا element، الرجل كذا ground، الرجل كذا VCC، الرجل ده بيتصل بكذا، انت معايا ولا لا؟ حتى يا ولاد عارفين الترانزستور؟ ترانزستور ليه داتا شيت. المكثف ليه داتا شيت، صح ولا لا؟ المقاومه ليها داتا شيت، صح ولا لا؟ عشان تعرف حتى لو انت حسبت هنا بتعرف طريقه توصيلها ازاي، اطرافها بتحسبها ازاي. الريجليتور ليه داتا شيت. يبقى كل عنصر الكتروني يا ولاد ليه داتا شيت. بس الرجل المحترم ده عشان كبير شويه وليه اطراف كتيره شويه، فكل رجل فيهم ليها ايه. يمكن حد فيكم كتير برمج بالبروتوس على البكايه ولا حاجه، حتى برمج بيها بروتوس، هو نفس الشيء ده بس دي الرسمه يا اولاد اللي هي بتوضح كيفيه تم عمليه القراءه منين؟ من الذاكره. والاسهم دي بتوضح اول حاجه قرأ عنوان الموقع المخزن، وهناك فرق. ممكن اجي اسال لك سؤال، وضح بمثال الفرق بين عنوان موقع مخزن في الذاكره والقيمه المخزنه في الذاكره. واضح كده السؤال؟ وضح بمثال الفرق بين عنوان الموقع المخزن في الذاكرة والقيمة المخزنة فين؟ في الذاكرة. طيب الفرق انا هتكلم هنا اريد عن حاجه اللي احنا اتكلمنا فيها برضو المره اللي فاتت، مش احنا قلنا امبارح ايه بنتكلم ايه ان جنرال، صح ولا لا؟ اوف ذا ليتشر. احنا بنتكلم بشكل عام عن الايه، عن المحاضره، عن الترم كله، صح ولا لا؟ ما ليتشر يعني ايه محاضره. موضوع محاضره النهارده في التربوي هي طريقه المحاضره. احنا اتكلمنا المره اللي فاتت عن ايه، عن المحاضره. هو دلوقتي بيتكلم عن، اربط بقى معايا الجزئيه دي، عن الرسم البياني لمين؟ للكوارتز اوسيليتور. كوارتز ايه؟ اوسيليتور اللي هو المذبذب الايه؟ كريستال. ما هي وظيفه المذبذب البليوري؟ حد يعرف يقول لي؟ نبضات. ايه هي وظيفه الكوارتز الفاكشن بتاعها؟ نبضات التزامن، يعني مثلا لو انا عايز ابعت اشارات في فترات زمنيه محدده، دي اللي بتظبط التزامن بتاع الكاب بتاعها. ها؟ برافو عليك. هنا قال لي التركيب الداخلي ليه؟ انا عايز اعرف ايه علاقه الكوارتز نفسه بالمعالج. سرعه ارسال البيانات في الثانيه الايه؟ الواحد. انا عارف ان الكوارتز ده عباره عن اسمه العملي الصناعيه، يعني الفنيين بيقول لك عليه ايه؟ كريستال. بيقول لك عليه ايه؟ وهو فعلا بيديني بالسز، ان انا اديله ايه؟ يديني ايه؟ اديله جهد، يديني ايه؟ نبضات. يديني ايه؟ نبضات. النبض عباره عن ايه؟ صفر وواحد. البتاعي عباره عن صفر وايه؟ وواحد، صح يا ولاد ولا لا؟ والبتاعي دي عندي اللي هتبقى عباره عن ايه؟ اما بيانات مخزنه، او عنوان موقع مخزن، او قيمه مخزنه في الذاكره، اللي هي الاخر بتمثل الايه؟ البايت. اللي هي في الاخر بتمثل الايه؟ البايت، صح ولا لا؟ هقول لك هنا ايه؟ اطراف الكوارتز اوسيليتور في المعالج 8085، وضح وظيفه الكوارتز اوسيليتور للمعالج 8085. لا على فكره انا هديكم رقم كام يا ولاد؟
1 و2 رقم 1 و2 رقم ايه 1 و2 1 و ايه 2 و2 هو ما حدش يجي يقول لي الاسئله دي مش احنا اللي واخدين انا كل انا شغال فالحاجات بتتلزق في دماغي فانا بحط معاك الامتحان وانا شغال يعني دلوقتي بحط معاك الاسئله هادي في اخر مثلا شابتر مش هحط معاك الاسئله زي كده واسيبها مفتوح بس ايه ده خلاص والله عارف الاسئله بتاعتي طب بص هنا يا اولاد المزمزم البلوري على رجل كام وكام نعم رساله ليه ليه؟ هو بيسأل عشان تسرب شحنة مثلا؟ عشان تخزن الشحنة المسربة وما تأثرش على البلسز؟ عشان ايه؟ هل انا لو شلتها هتأثر على البلسز بتاعتي؟ هتأثر دي يبقى دي إجابة المكثفين وظيفتهم ايه؟ الفكشن بتاعتهم ايه؟ انا هنا السؤال وظيفة المكثفين ايه؟ انا بطرح انا اسئلة وانا برضو مش خبير انا مجرد انت سألتني سؤال انا بفكر معاك على طول الكيس وظيفة المكثف بيعمل ايه؟ طبعا هيخزن شحنة هيسرب شحنة هيخزن حاجة معينة انا مش عايزها صح ولا لا؟ طيب يرفع يعني الفرق بين المزبط ما بيبقاش صفر واحد مباشر بيفرق يا اولاد اللي انت بتتكلم فيها حسين اللي هو ايه بيفرق المكثف وظيفته في المنطقه دي من دايره لدايره ومن حاجه لحاجه وظيفته عندي هنا في ال 80 85 وظيفته ايه جميله يا مش عارف طب وظيفته في دايره التوحيد ايه بيعمل ايه ترعيم الوظيفة الأساسية اللي هنا إيه؟ هل هنا بيعمل adjust of the pulse؟ ضبط فعلاً للقيمة من 0 ل 1 ما تكونش 8 من 10 ما تكونش 7 من 10 ما تكونش 9 من 10 ما تكونش 99 من 100 هل أنا كده بستخدمه ككنترول؟ أنت هتخليني أزود عليكم حاجات ثانية لا أيوة أنا هنا دلوقتي لو طلعنا ثاني للداتا شيت اللي موجودة هو هنا موصل المكثف؟ لا في مكثف 20 مايكرو فاراد ليه بقى موصله على الارض سؤال لا ما فيش حاجه اسمها هو على الارض هو دي ما ينفعش ليه المكثف يبقى احنا كده هنبدا نخش في كل حاجه ناخدها بالكثف ليه المكثف في الاوسيليتور هنا متوصل على الارض يا شباب خلي بالك الرجل رقم 2 والرجل رقم 1 ده خارج المزبزب ركز بس معايا كده في الدايره بص عليها كويس انتوا معايا لو انا افترضت ان كلام حسين صح هو حسين قال ايه قال ان المكثف هيعمل عمليه ادجاست للبلساي طب سؤال تاني جميل 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 ايه الفرق ما بين المعالج والمتحكم؟ المعالج هو عباره عن يعني عن المدرج انا ما قلتش لك تجاوب ايه الفرق ما بين البروسيسور والمايكرو كنترولر؟ فرق كبير المايكرو كنترولر يعتبر كمبيوتر مختصر يعني لانه يبقى فيه ذاكره روم ورام وذاكره داخليه ده بالنسبه للمتحكم والبرد الداخلي والخارج بتاعه احنا عندنا حاجتين اول سؤال عندي عشان ما انتوبش انتوا اللي سالتوه والله مش انا اللي رزيت انا عندي هنا الاوسيليتور ما بناخدها حته حته الخارج بتاع الاوسيليتور هنا على رجلي كام 2 و1 معنى كده ان المكثف مش داخل مع البلصايه مش داخل ايه مع البلصايه صح ولا داخل معاها ما اقدرش اقول هنا ان المكثف هيعمل لي عمليه ضغط انت اقول ان هو هيعمل لي عمليه ضغط لو كان على الرجل رقم 1 او على الرجل رقم كام 2 قبل ما يخش على البروسيسور قبل ما يخش على ايه على البروسيسور انما الراجل المحترم حطه في على الارض يعتبر حطه على الارض هو خد الخارج بتاع الاوسيليتور وحط المكثف على ايه على الارض ايه وظيفته ايه هنشوف
الحاجة التانية، أنا قلت في فرق، هل هناك فرق ما بين المعالج البروسيسور وما بين المايكرو كنترولر؟ ده سؤال. قول أنت بقى. بالنسبة للمعالج بتبقى عقل مدبر للدايرة اللي هيكون فيها بالأوامر الخاصة بيه، بمعنى إن هو بيقوم بمعالجة الأوامر، كانت عمليات حسابية أو منطقية. اما بالنسبه للمتحكم بيبقى من مكوناته، هنا المعالج طبعا بيضيف له خارجيا الذاكره والداخل والخارج. بالنسبه للمتحكم بيبقى هو في الذاكره بتاعته وفي وحدات الداخل والخارج داخليا، فهو بيعتبر المتحكم ككمبيوتر كامل. ده الفرق البسيط ما بينهم. انا رايي الشخص المتحدث عنده راي تاني. طيب ممكن تمشي معايا كده واحده واحده. انت قلت لي المايكرو كنترول فيه ذاكره صح؟ داخليه بلاش رام وذاكره تخزين. طب البروسيسور ما هو ذاكره داخليه؟ في كاش، في كاش داخلي، كاش يقرا مش ذاكره. لا ما هو ذاكره، في كاش، كاش دي ذاكره. وات دي مين بذاكاش؟ ذاكره من يعني ذاكره مساعده لعمليه المعالجه، معالجه البيانات. اما بالنسبه للمتحكم بيبقى فيه ذاكره تخزين داخليه. المتحكم ممكن انا احط البرنامج بتاعي داخل الشبايه لوحدي بس. لان هو بيحتفظ برضو. هو الثاني ايه؟ هو معنى الكلام اللي انت بتقوله ان انا في عندي ريجستر، في عندي مسجلات احنا درسناها، مسجلات الاس ار والجي كي والدي والحاجات دي كلها، ما هي مسجلات وحدات تخزين. وحدات ايه؟ هو عايز اللي انا اقصده ان هنا في ذاكره وهنا في ذاكره. تمام معايا؟ ده جواه هنا في باور سبلاي وده هنا جواه في ايه؟ باور سبلاي. في ولا ما فيهوش؟ في ولا ما فيهوش؟ في. هنا لازم يكون في ذاكره عشان يحتفظ حتى باوامر التحكم اللي هو يبعتها. وكل لديه ذاكره برضو عشان يعرف هو هيقرا منين ويحط فين. في حاجه عندي بقى اللي احنا هناخدها المسجلات المساعده، المسجلات اللي بتستخدم كوحدات ذاكره خارجيه. واللي احنا بنستخدم ذاكره خارجيه مع البروسيسور لان كم المعلومات بيكون ايه؟ كبير. كم المعلومات بيكون ايه؟ كبير. لذلك بتلاقي عندك مسجلات احنا هندرسها، ومن ضمن المسجلات الرئيسية يا ولاد اللي هتكون موجودة معانا مسجل بيسموه الاكميوليتور. اسمه ايه؟ الاكميوليتور ريجستر. اللي هو مسجل بالعربي بيسموه مسجل الميركم. بيسموه مسجل الايه؟ الميركم. ومسجل الميركم هو المسجل الرئيسي الأساسي مع البروسيسور. بالإضافة إن أنا عندي بعض المسجلات الخاصة، بعض المسجلات الإيه؟ طب المسجلات أنا بستخدمها في إيه؟ بتستخدم برضو كوحدات تخزين مع الهارد ديسك، ومع وحدات التخزين بتساعد معايا إن أنا أشيل فيها حاجات مع مين؟ مع الذاكرة نفسها اللي داخل البروسيسور. هو إحنا ممكن نقول ببساطة إن البروسيسور إمكانياته أعلى بكتير من المايكرو كنترولر. إمكانياته أعلى بكتير من إيه؟ من المايكرو كنترولر. لانه عارفين عامل زي ايه بالظبط يا ولاد؟ زي ما يكون عندي شبكه نتورك، ففيها جهاز اللي عند المتحكم في الشبكه بيسموه جهاز ايه؟ سيرفر. والاجهزه الثانيه بيسموها ايه؟ او اليوزرز، صح؟ فلازم يكون السيرفر امكانياته اعلى من كل الايه؟ لان هو بيخدم كل، واللي بيعوز بيانات بياخدها من عندي. يعني لو ده كل جهاز فيه تورام يبقى ده لازم يكون عندي 8 ايه؟ عشان يقدر يرسل بيانات ويستقبلها ما بين كل الاجهزه. افصل ده، اشغل ده، اتحكم في ده، ابعت بيانات لده، اقفل على ده، صح ولا لا؟ ده ببساطه الفرق ما بين المايكرو كنترولر والبروسيسور. مايكرو كنترولر ايه؟ بالاضافه طبعا ان ده بيزيد عندي عدد ذاكرات، بيزيد عندي عدد مسجلات، عندي وحده باور سبلاي زياده، عندي حاجات كتيرة موجودة فيه ايه؟ زيادة. هتعملوها لي شيت المرة اللي جاية، الفرق ما بين المايكرو كنترولر المتحكم الدقيق والمعالج. خلاص يا شباب، هتعمل لي تقرير المرة اللي جاية ريبورت، الفرق ما بين المتحكم الدقيق والايه؟ والمعالج، وهتجيب لي نقاط واضحة، وهتجيب لي داتا شيت لأي مايكرو كنترولر،
وهتجيب لي داتا شيت لبروسيسور 8085. حلو، انت هتعمل ايه بقى؟ احنا نحن خلاص بقى النظام هيبقى عندك دوسيه موجود مع سيادتك الشيت اللي هطلبه بطريقه تحطه معاك لغايه انا ما استلمه منك. لا داتا شيت للمايكرو كنترولر. كمل بقى. ما فيش حد بدل متكلمش. في كده اتبعت ولا لسه؟ الدورة الكاملة؟ فشل. محمد تقعد لي قدام بعد كده. نقطة التزامن يا أولاد بتكون موجب وإيه؟ موجب وسالب، صح؟ اللي هي صفر واحد أو واحد واحد. كلمة معطية ده كده عندي بيسموها إزاي؟ إن المعالج هيرسل إشارات تحكم من خلال نبضات التزامن. وهو ده الأصل في الموضوع، إن المعلومة يا أولاد عبارة عن بتاية بت، والبت عبارة عن صفر وإيه؟ واحد. هو هنا بيقول لك ده إيه؟ ده الرسم الدياني لعملية قراءة عن طريق المعالج. ده الكلوك. إزاي إن أنا هقرأ معلومة من المعالج؟ إزاي هقرأ معلومة منين؟ بص بقى على شكل نبضات التزامن، لأن أنا لو شغلت في الحتة دي بس عشان أوضحها لك وأجيب عليها حاجات هاخد محاضرة كاملة لوحدها. ادي شكل الكلوكيه اللي هو شكل الكلوكيه اللي مطلعها مين؟ الاوسيليتور، صح يا ولاد؟ وادي الادرس باص من 0 لايه؟ لواحد. الادرس باص من 0 ل 15 خطوط العناوين كلها اللي هي بتشيل. هنا بقول لك ايه؟ بتشيل يعني صفر او واحد، بتشيل صفر او ايه؟ او واحد. وادي امر الريدنج، امر الايه؟ الريدنج. وامر الريدنج او اوامر التحكم كلها بتشتغل بالمنطق الايه؟ العكس. طيب امر السن اللي بيسموها ايه؟ سنكرونس. سنكرونس يعني بلسز، يعني نبضات متزامنه. نبضات ايه يا اولاد؟ متزامنه، يعني بتدي نبضات متسلسله مرتبه في زمن متساوي. في زمن ايه؟ متساوي. في زمن متساوي. لو جيت هنا تبص هتلاقي عندك ان خطوط العناوين من 0 ل 15 ده رقم واحد. طب رقم اثنين ده امر القراءه. امر القراءه ايا كان هو هيشيل ايه؟ انا كل ده عشان ايه؟ اقرا معلومه على خطوط البيانات الداتا باس اللي هي من 0 ل 7. من 0 لايه؟ ل 7. من 0 ل 7. يبقى اول واحد هو قرا عنوان المخزن، واللي اتحكم في الشغلانه دي كلها نبضات الايه؟ التزامن. ببساطه عامله زي ايه؟ فاكر انت مسجل اللي هو الاس ار المتزامن؟ ايه الفرق ما بينه وما بين اس ار الغير متزامن؟ الايه؟ البلسز. الايه يا اولاد؟ لو انت تفتكره الفرق ما بين ايه؟ الاس ار المتزامن والاس ار غير. الراجل المحترم ده كان بيديك ايه؟ كان الانبوت بتاعه عباره عن اس وايه؟ وار، صح؟ اللي هو يا اولاد الدخل الفعال والدخل ايه؟ غير فعال. الخارج بتاعه اللي هو ايه؟ الكيو والكيو داش، الكيو والكيو ايه؟ اللي هو الخارج المتمم والخارج العادل، صحيح، اللي هو الخارج اللي بيخرج عليه زيرو والخارج اللي بيخرج عليه ايه؟ واحد، صح؟ فكانت الاس ار العادي بيبقى عباره عن ايه؟ لو انا دخلت على الدخل الفعال واحد اللي هو الاس بيطلع لي على الكيو بكام؟ ما احنا هندرس ده تاني. هيطلع لي على الكيو واحد، هيطلع لي على الكيو ايه؟ واحد. هنا ما بيتحكمش فيه نبض التزامن لان انا مش مغذيه نبض ايه؟ تزامن. لو جيت في الاس ار المتزامن اللي هيبقى متحكم معايا هنا نبض الايه؟ التزامن. متحكم معايا هنا ايه؟ نبض التزامن. يعني انا لو دخلت اس بواحد مش هيطلع لي الخارج بواحد، هيفضل ثابت زي ما هو لغايه نبض التزامن ما تقلب معايا تبقى من صفر لايه؟ يبدا المسجل يقرا لما نبض التزامن تكون بايه؟ بواحد. نبض التزامن تكون بايه؟ تقولوا لي مين اللي فاهم؟ اقول لكم انا بس.
طب يعني الغي هنا يعني ولا اعمل ايه؟ طب اللي هو ان هو خلاص هو لفظ التزامن دي جاهزها على خطوط العناوين اللي هو عنوان المخزن للذاكره. تاني حاجه عندي ادي امر القراءه، وامر القراءه منين ده؟ ار دي اللي هو امر القراءه منين؟ محلات الايه؟ لو تفتكر الاوامر اللي فوق ده امر ايه؟ ار دي. والله انا ماشي معاكم كده كاني في ثانوي اهو. تعالى بص فوق عشان بس تبقى طالع نازل معايا. راح فين؟ ضاع. اهو بس يعمل فوق فين؟ امر القراءه هنا يا ولاد اللي هو ايه؟ امر القراءه عندي اللي هو ايه؟ الاي او ار. هو هنا هشيل امر الار دي اللي هو الريدنج، وهيبقى شرط التحكم اللي موجود عندي اسمها ايه؟ اي او ار. اي او انا ببدل مع الدكتور مصطفى عشان هو بره لسه بص يا اخي، يبقى انا قلت ان المعلومه عندي نبضات التزامن هي اللي بتتحكم في ارسال واستقبال البيانات، ونبضات التزامن بالفعل هي عباره عن صفر وايه؟ وواحد. فبالتالي وان القيمه المخزنه عباره عن بايت، والوورد عباره عن تو بايت. تو ايه؟ بايت. اللي هو عباره عن كام بت؟ 16. 16 ايه؟ 16 بت. يبقى لما يجي هنا قال لك ايه؟ ان الوورد في المعالج 80 بس. بص يا حبيبي، المعالج او احنا زي احنا ما خدنا او حتى الناس اللي برمجت على البكايه يا اولاد، كان البرنامج البروتوس عشان تعمل عمليه حرق او نقل البرنامج بعد انت ما عملته على الميكرو سي عشان تنقله على الشبايه، كان بيتحول لملف هيكسا. بيتحول لملف ايه؟ هيكسا. بيتحول لملف هيكسا. هيكسا اللي هو ملف ايه؟ سداسي 10. سداسي ايه؟ بالرغم ان البيانات اللي بياخدها البك عباره عن صفر وايه؟ واحد، بس هناك هو مش هيفهم الا ملف الايه؟ الهيكسا. معنى كده ايه؟ ان البروسيسور والميكرو كنترولر بيفهم حاجتين، بيفهم ايه؟ حاجتين اللي هو ايه؟ الهيكسا والباينري. الهيكسا والايه؟ والباينري. يبقى هو ما يفهمش الا اللغتين دول، الهيكسا والايه؟ والباينري. عشان كده احنا هنراجع مراجعه سريعه على الهيكسا ديسمال والباينري ايه ديسمال. ما اتفقش يلا. الكلمه وورد متكونه من 8 و16 و32 و64 ايه؟ بيت. واحده ايه؟ رقمين. تعالى كده انزل تحت. قال لك هنا ايه؟ خلي بالك. خلي بالك من اللي انا هقوله ده. معايا يا حبيبه بابا؟ ده صفر ايه؟ صفر عشري. ده صفر ايه؟ هيقابله شفره ثنائيه. هيقابل ايه؟ شفره ثنائيه مكونه من 4 بيتس. هيقابله في ملف الهيكسا صفر. تعالى نوضحها تاني شويه. هي فين الاتش اللي تطلع مش مهندس؟ النظام العشري هنا بيسميها شفرته الثنائيه اللي هي كام؟ دي بيسموها ايه؟ شفره ثنائيه. ليه بيسميها شفره ثنائيه؟ عشان اقفل بقى واقلب على المحاضره اللي بعديها. اقول لك انا ليه؟ لو تفتكروا انتوا الديكودر والانكودر المشفر فك التشفير، صح ولا لا يا ولاد؟ لو تفتكر انت عندك الشاشه غمزتك بسرعه ماشي بتاعت الايه؟ ال سي دي. انا عايز اكتب هنا شاشه الاسانسير 0 1 2 3 لما يعمل اب، لما يعمل ده ينزل ايه؟ 7 6 ايه؟ صح ولا لا؟ مين اللي بيكتب الارقام؟ اي سي. والاي سي ده ليه رقم صح؟ هو اللي بيدي اوامر. ان انا ايه؟ يدي اوامر لمين؟ لشاشه الايه؟ ال سي دي، ان هي تكتب لي كام؟ صفر، او تكتب لي ايه؟ واحد، او تكتب لي ايه؟ اتنين. ده بيسموه مشفر.
من بي سي دي الى 10 بيسموه ايه؟ مشفر. من بي سي دي الى ايه؟ يمكن انتوا درستوه قبل كده. اللي بيفرق هنا ايه؟ ان المشفر ده بيكون عندي ليه اربع دخول، اربع رجول دخل، اربع رجول ايه؟ فور بينز، اربع رجول ايه؟ دخل. الاربع رجول دخل دولت لابد ان انا احط عليهم اربع بتات، احط عليهم ايه؟ اربع بتات، يا اما صفر واحد، يا اما واحد صفر، يا اما كلها اصفار مش هتفرق معايا، صح ولا لا؟ الاربع اصفار اللي انا هحطهم، بص هنا بقى، هو هنا ايه؟ هو ده الرقم كام؟ عايز يكتب كام؟ 15. بس انا عشان اكتب 15 لابد ان انا احط 2 ال سي ايه؟ 2 ال سي دي، صح ولا لا؟ الناس اللي ده ماشيه في العمل هتبقى فاهمه كلامي اكتر. لابد ان احط ايه؟ 2 ال ايه؟ 2 ال سي دي، واحد يكتب واحد، واحد يكتب كام؟ 5. شفرته الثنائيه على الشبايه اللي هتبقى ايه بقى؟ المايكرو كنترولر هتبقى اربع ايه؟ اربع وحات. دي بيسموها شفره ثنائيه عشان تكتب لي الرقم كام؟ 15. تكتب لي الرقم كام؟ احنا برضو نفس الموضوع، الراجل ده عشان ينفذ الاوامر بتاعتي، صحيها يا بنت كله نام؟ تعبت والله؟ اعمل لي مراجعه سريعه على عمليه الايه؟ التحويلات. الغيت؟ على الاقل بيت البي في النظام السداسي 10 اللي هتبقى رقم كام؟ 11 ولا 12؟ 11. اي بي 11 11 ولا 12؟ 11. الراجل ده حول ايه؟ حول الاربع بتات عباره عن بي وكام؟ 5. يبقى حول من الثنائي لمين؟ السداسي 10. حول من الثنائي للسداسي 10 ان انا باخد ايه؟ اربع ارقام ثنائيه واحولهم، صح ولا لا؟ طبعا انتوا مش محتاجين، حد عارفها ولا مش عارفينها؟ طيب الحمد لله. الخانتين دولت هيبقوا بعد كده عندي وحدتين تخزين للمسجل، كل واحدة بتشيل أربعة إيه؟ يبقى أنا عندي وحدة تخزين، يبقى عندي مسجل هيسميه إيه؟ بي سي، بي إكس، إس دي، إل آر، وات إيفر اللي هيبقى موجود، لأن المسجلات هنا بقى ده هتبقى عبارة عن وحدات إيه؟ تخزين، مسجلات هيبقى اللي جاي ورا لو تفتكر ان انا بقول لك ايه؟ ان خطوط العناوين تمثل حجم الذاكره، تمثل حجم الايه؟ الذاكره. فهو هنا قال لك ايه؟ ان انا عندي معلومه عباره عن بتات ثنائيه، عباره عن بتات ايه؟ ثنائيه. بيسموها الباينري بيتس. ادي البتات الثنائيه، حولها لقيمه ايه؟ سداسي ايه؟ 10. حولها لقيمه سداسي ايه؟ 10، اللي هي طلعت بكام؟ 7 واف و4 وزير. كل خانه بتتكون من مسجل، المسجل ده فيه اربعه ايه؟ بيتس، فيه اربعه ايه يا ولاد؟ بيتس. ده اللي هيبقى بعد كده ان انا هاخد ذاكره كبيره هديك عليها مساله، هيبقى كل واحده لها عنوان مخزن، هحسب انا حاجه اسمها مجال الذاكره، هحسب حاجه اسمها مجال الايه؟ الذاكره. وده ان شاء الله اذا كان في العمر بقيه هيبقى في بدايه المحاضره اللي ايه؟ اللي جايه. فين انت بقى؟